القصف المدفعي والجوي متواصل في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان في شمال قطاع غزة، هذه المنطقة التي ما زالت تشهد معارك ضارية حقيقة بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وتحديدا في مخيم جباليا وفي حي الشجاعية، هذا الحي العصي على قوات الجيش الإسرائيلي منذ سنوات كثيرة. الجيش الإسرائيلي وتحديدا وحدة جولاني حاولت في أكثر من مرة وفي أكثر من مواجهة مع المقاومة الفلسطينية في اقتحام هذا الحي وفي الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية، وكانت في كل مرة تمنى بخسائر فادحة، سواء كان ذلك بالعتاد أو بالأرواح، وآخرها كان في عام 2014 آخر اجتياح بري كبير لتلك المنطقة، حيث مني لواء جولاني وحده في معارك الشجاعية ب14 قتيلا بين صفوف الجنود. وبطبيعة الحال حتى هذا اليوم جثة أورن شاؤول ما زالت محتجزة لدى المقاومة الفلسطينية، وهو كان واحد من بين الجنود القتلى في لواء جولاني في ذلك الحين. وبالتالي اللواء وكأنه عاد هذه المرة للشجاعية لإغلاق الدائرة كما يقولون، أو للانتقام من هذا الحي، وهم يعرفون حقيقة بأن المقاومة في هذا الحي وفي هذه المنطقة تحديدا هي قاسية وقوية وصلبة، ولكنهم لم يكن يتوقعوا بأن تستمر هذه المعارك طيلة هذه المدة، لأنهم منذ أيام وهم يقولون أن المسألة مسألة أيام، ولكن هذه الأيام تطول وتطول دون أن يحرز الجيش الإسرائيلي تقدما أو سيطرة نارية على هذا الحي. نشير هنا إلى أن أعداد القتلى أيضا هذا اليوم الذي أعلن عنهم الجيش الإسرائيلي من جنود وضباط يعكس حقيقة هذه المواجهات التي تتم من نقطة الصفر. وكان الجيش الإسرائيلي قد عمم أيضا بالأمس مقطع فيديو يعني أوضح إلى كم هذه المسافة قريبة جدا، عندما نقول مسافة صفر هي حقيقة قريبة جدا، وهي تعكس ضراوة المعارك التي شهدها حي الشجاعية في الساعات الأخيرة وما زال. وبالتالي هذا مرجح أن يرفع عدد الجنود والضباط القتلى ربما في قادم الساعات وربما في قادم الأيام، وهذا ما يتوقعه أيضا المستوى السياسي والعسكري. من بين الجنود الذين قتلوا في معارك الشجاعية في الساعات 24 الماضية كان ضابط برتبة عقيد، وهو قائد غرفة العمليات المتقدمة في لواء جولاني، وأيضا المقدم أو ضابط برتبة مقدم وهو قائد الكتيبة 13 أيضا في لواء جولاني. هذا يعكس إلى أي مدى القوات الإسرائيلية متوغلة في داخل المنطقة، القيادات العليا تشرف على القتال أيضا من الميدان، لهذا ما يفسر عدد القتلى ربما من الضباط في رتب رفيعة في هذه المعارك المستمرة. كان واضحا بأن الجيش الإسرائيلي كان يمني النفس حقيقة بأن ينهي هذه العمليات هنا في غضون أيام أو حتى نهاية هذا الأسبوع، لكن واضح بأن شدة المعارك وضراوتها واستمرار القصف المدفعي بين الحين والآخر، وهو قصف عنيف، وكذلك الغارات الجوية تؤكد على أن الجيش الإسرائيلي بعيد كل البعد عن حسم هذه المعركة. وهذا ما يتحدث عنه أيضا ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في هذا السياق.